ويه فكان سبق موضوع الشخصية والتحكم بالحصان. المفروض الحصان كون شخصيته حارة عربي دم لبناني فحل إلى آخره ما يأثر على النتيجة. نعم ما غير شخصيته أكون عربي بقدر عروبته خلينا نقول وانتهينا أصير حار زيه وانتهينا لكن أتحكم فيه. ففقدان التحكم ما له علاقة بالحصان نفسه له علاقة بسوء الركوب لكن إذا تحكمت فيه مفترض يستمر كشخصيته الأساسية. اللي يتحكم حتى ما راح يغير شخصيته أو حارته فقط بيتحكم فيه. اللي ينسب الحرارة اللي او عفوا فقدان التحكم للحرارة وكبه خطا والدليل ان مزاج الشخصيه كبه كوب صحيح يتحكم فيه مع ان الحصان استمر حار. لو جاك شخص حاول يغير شخصيه الحصان مو فقط ما تنجح في تغيير شخصيته انت ما تحكمت فيه لان يعني شخصيته بكبرها استغلها عليك تبغى تغيرها بكبرها فمستحيل. وحتى لو حاولت تغيرها معناتها انك تحكمك فيه انك غيرتها. مجرد انه يجي السبب اللي يخليه يحتر مره ثانيه يحوسك زي الجفله. عودت على شيء معين مرة مخيف تعود عليه خلاص تمشي عادي مضبوط ثم خاف من شيء أقل خوف منه لكنه خاف انطلق. فهم بالدعوة أنك تبغى ما يخاف تبغى حتى لو خاف تحكم فيه. فالدعوة نفس الفكرة هنا لو فرضنا نجحت في تغيير شخصية الحصان ثم تحكمت فيه معناته أنك مجرد أن الشخصية دي ترجع من نفس الحصان أو حصان ثاني حاسك هنا أنت تقول ما علي من شخصيته شخصية ترجع له بارد دم دافي ثربد ما راح يشتغل هدوء عليك عربي حار نص بنص ما يشتغل حارته عليك. فشخصيتك يا حصان لك ولن تستغلها عليك. ما يمكن تقارن الشيء هذا بشخص يقول لك أبغير شخصيتك عشان تحكم فيك. أولا لن ينجح ولو نجح معناته مجرد أن الحصان يرجع الشخصية أو يجيك حصان ثاني شخصية مختلفة لن تحكم فيه. ففي فرق بين أن يتحكم بالحصان أثناء ممارسته لحقه في فعل شخصيته أو سلالته أو دمه إلى آخره أو حرارته حسب الحصان وإني أحاول أقضي على الشخصية وأغيرها. الأول ناجح بجميع الحالات الثاني لن ينجح ولو نجح يكون مؤقتا مع نفس الحصان ولو نجح دائما مع نفس الحصان لن ينجح مع الخيل الأخرى. لحظة أنا أصالف الآن ماسك قد وحدة لكن قبل شيء عند العقم هو خلاص طفشان آخر الشغل فيبغى يمشي قدام يبغى يندفع عليك يبغى يخطم عليك. أنا مستمر أحطه في المكان يبغى يوخر عنه يبغى يروح يسار أنا قرب من الجدار يبغى يندفع على كل شيء يوقف أرجع ورا مع أنه بيد وحده. فأعوض عن عدم جمعي بالشكل الصحيح باليد الثانية عن طريق أنك هو وقفة دقريف لاحظ دم الجاد القود لما قاد صار وقفة رجع ورا هذه كلها ردات فعل لفعله. فحتى وانت تشرح وماسك بيد ما تتنازل عن فكرة أنك توزن الحصان. كيف تجي طريقة ركوب أخرى تفرض على الحصان تغيير شخصيته فلن تنجح وبتكدش الحصان وبتنتقد الحصان. ولو فرضنا نجحت بطريقة أمريكية وغربية وغيره والإسبانية وغيره بيمشي معك مؤقتا زين ثم مجرد أن شخصيته ترجع حاسك. او لو فرضنا استمر معك مضبوط اجيب لك حصان ثاني عربي شخصيته احر او اصعب الى اخره حاسك. لما اقول الشخصيه لك النتيجه اللي لا يمكن يحوسك نفس الحصان بيمشي معك مضبوط في كل الحالات والخيل الاخرى بنفس الحاله تمشي معك مضبوط في كل الحالات.